عفاف رح نبلش أولى محطاتنا لليوم. محطتنا الأولى هي اجتماعية ونفسية. يمكن لفت نظر كتير من الناس فيديوهات صحيح. عم بيتم تداولها بتقول كيف نعيش مع الأصوات والمشاهد التي تمر يوميا علينا من غزة. يمكن كتير صعب نعيش حياتنا الطبيعية ونحن جوات راسنا يوميا ذكريات كتير لمشاهد القتل والدماء يلي عم بيصير بالعالم بشكل عام، إن كان ببلدنا وإن كان بفلسطين. هاي المشاهد عم تختزن جواتنا وبالتالي عم تخلينا باللاشعور نحس باضطرابات وبقلق نفسي. صحيح سلمى، ولازم مع هي الامور كلياتها ومع هي المشاهد والاخبار يلي عم نتابعها نحاول انه نخلق التوازن النفسي والصحي، وبحيث انه ما كثير يكون في ضرر على نفسياتنا نحن ولا اولادنا ولا حتى اهالينا. لهيك اليوم مشاهدينا رح ناخذ مجموعه من النصائح والقواعد يلي بتعلمنا ممكن تفيدنا كمان كيف ممكن انه نحقق هذا التوازن ونحافظ على صحتنا النفسيه بظل هي الأوضاع والأحداث يلي عم نعيشها. كل هاي الأمور اليوم بمجموعة بمحورنا الصباحي لليوم مع الدكتورة رغد نضر، وهي اختصاصية إرشاد نفسي. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك رن. يسعد صباحك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم. كتير ناس بتسأل عن مفهوم الصحة النفسية وقديش الصحة النفسية هي أول يمكن ضحايا الحرب، بتتأثر بالأزمات، بتتأثر بالمشاكل. خلينا نحكي عن هالموضوع. تمام. هلأ بالبداية الصحة النفسية مشان هيك شو هي؟ بداية هي إنه خلينا نقول حالة من السعادة، من الرفاه النفسي الجسدي الاجتماعي بيكون فيها الإنسان نتيجة هذا الرفاه هو قادر يواجه الضغوط الحياتية اليومية، يواجه الأزمات النفسية العادية، وبيشعر بالسعادة بحياته ومع الآخرين. هلأ فعليا الأزمات خلينا نقول إلها كتير تأثير على الصحة النفسية، لأنه الأزمة خلينا نقول مهما كانت نوعها هي بتخلق حالة من التوتر، من القلق، من الضغط، من الضيق، يلي دائما بتفزع الإنسان خلينا نقول بحالة توتر بقلق. وهذا الشيء بينعكس حتى على ناحيته الجسدية، فممكن نلاحظ انه هو صار عم يعاني من امراض جسديه نفسيه المنشا، بنلاحظ بقى هون الكولون، القرحه، هالقصص كلها. بالاضافه كمان في عنا ممكن يصير في زياده حالات الاكتئاب، بصير الانسان عم يفقد انه رغبته بالحياه، ما بده يكمل، ما بده يكفي. ممكن يصير كمان في عنا بهذا بيتبعه انه في عنا معدلات الانتحار كمان بترتفع اكثر. كمان في عنا بصير الانسان نتيجه انه الازمه اللي عم يمر فيها بصير احيانا بيحس بعدم الامان، احساس بالعجز، انه شو بده يعمل، شو بده يساوي، بصير دائما تعبان، مرهق نفسيا. خلينا نقول كمان نتيجة الأزمات بتصير حتى بتتأثر القيم عن بعض الأشخاص. بنلاحظ مثلا ممكن هو متعود على شيء بس نتيجة الأزمة اللي عايش فيها مثلا ممكن يستسلم، يضعف. ممكن نلاحظ أنه تنتشر السرقة، تنتشر الجرائم، خلينا نقول ممكن يلجأوا يعني الأعمال غير أخلاقية مثلا. وكمان نتيجة دائما هو شعوره بالضيق النفسي بصير في عنده مستوى الإنتاج والدافعية والأداء بينخفض. ممكن يصير هو خلاص ما عم يشتغل، ما عاد عنده قدرة أو طاقة ليعمل. فبشكل عام خلينا نقول الأزمات وبالذات الحروب في إلى أبرز تأثيرات على الناس. ممكن نلاحظ بقى هون تنتشر اضطرابات الشدة مع بعض الصدمة، ممكن يصير في عنا اضطرابات الاكتئاب، اضطرابات النوم، وحتى بتنتشر في عنا العادات السلوكية السيئة اللي مثل مثلا بزيد التدخين، بزيد مثلا ممكن نلاقي معدلات الإدمان بتنتشر كمان أكثر. طيب خلينا شوية نحكي عن موضوع الصور والمشاهد القاسية يلي عم نشوفها نحن والأطفال وحتى الكبار بالسن. يعني في أشخاص ما بتتحمل وممكن هالشيء يأثر على صحتهم النفسية بشكل سلبي، شو ممكن يكون تأثير هون الأخطر أو الأكبر؟ تماما. هلأ نحن صحيح كمشاهدين عم نشوف هاي المشاهد، لكن هلأ أول شيء بداية خلينا نقول طبيعي الإنسان يشوف ويتعاطف، لأنه بالنهاية هو إنسان في عنده الحس الإنساني. لكن نحن خلينا نقول إنه هي الرؤية المستمرة والطويلة، هي المشاهد هي رح تجعل هذا الأمر بداية طبيعي. هلأ لاحظي بداية أول أي حدث ما معين بيصير الناس بتتفاعل، بالأخير على قد من المشاهدة المطولة صارت خلاص بنفتح بنشوف شو صاير، تعود. تماما تعودت تماما، فصير عندها ما في شعور معين، خلاص ما عاد تحس بشيء تجاه هذا الموضوع. هي نقطة. نقطة ثانية ممكن يصير في عنا الضغط النفسي بيزداد نتيجة التوتر القلق، لأنه هو وقت عم يشوف هي الأخبار أو هي المشاهد والصور فهو عم ينشحن خلينا نقول بمشاعر سلبية من التوتر والخوف والقلق. فهو بعدين إذا بده يفرغ الضغط هو عم يزداد ضغوطه، هو ضغوطه الحياة اليومية لحالة عنده موجودة، فعم تزداد أكثر بهي المشاهد. هلأ كمان هذا الشيء رح ينعكس على نومه، على أدائه، لأنه هو فعليا متسمت
حيتوتر، كيف حيقدر ينام، كيف حيقدر يمارس حياته اليومية، هذا كله حينعكس على بعضه. كمان في عنا نقطة كتير مهمة بصير تأثيرها على المشاهدين، إنه أوقات في بعض الأشخاص بيصيبها نوع من إنه خلينا نقول مشاعر الذنب، إنه أنا كيف بدي آكل، كيف بدي أعمل، كيف بدي ساوي، ما بصير روح، وإن رحت أنا يعني مثل إنه مجرم، إنه كيف عم روح وغيري عم يعاني. فهذا كمان بصير عنده مشاعر من الذنب، رغم إنه في خلينا نقول بمحور من المحاور إنه هو في عنده حياته مستمرة، إنه بصير حتى على أطفاله على نفسه إنه ما بصير نروح ما بصير نجي، كيف بدنا نروح ونعمل وغيرنا عم يعاني. هلأ هي مثل هي مشاعر إنسانية صحيحة، بس الفكرة إنه كمان الموازنة والمعادلة بيناتهم لحتى هو يقدر كمان يستمر. صحيح، ويمكن هذا الشيء عم نشوفه كمان بالخارج كتير، يعني اليوم عم نشوف فيديوهات عم تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن ناس أجانب أو بالغرب بشكل عموم عم بيوجهوا هاي الرسائل، إنه أنتوا كيف قدرانين تستمروا بفعل هاي المجازر، نحن ما عم نقدر نعيش، ما عم نقدر نروح على حياتنا، ما عم نقدر نمارس شغلنا من مجرد المشاهدة هاي الفيديوهات القاسية اللي عم تصير بأطفال غزة. تمام. طيب خلينا نحكي عن تأثير متابعة هاي الصور ذهنيا. نحن بنعرف الدماغ بيخزن الصور أكيد. بشكل عام لا شعور بيصير عنده بعدين بيطلع على هاي الصور بتصرفات بسلوك معين، شو تأثير هذا تمام. الشيء؟ هلأ بداية في عنا كثير تأثيرات. أول شيء هذا الموضوع مثلا الأشخاص يلي خلينا نقول تعرضوا لأزمة مشابهة، وخصوصي نحن مثلا بفترة من الفترات تعرضت سوريا لأعمال إرهابية، فممكن الأشخاص اللي شاهدوا هيك مشاهد ترجع ذكرياتهم تتنشط، وهن حترجع معاناتهم ومشاعر اللي كانوا هن شاعرينها حترجع تتجدد. كمان في عنا نقطة تانية، الأطفال اللي هي عم تشاهد فعليا هي صح عم تختزن هي مشاهد العنف، فممكن نلاقي الطفل تتحول طبيعته من طبيعة مسالمة لطبيعة عنيفة، فممكن يمارس العنف على رفقاته مدرسته خلينا نقول ببيته، لانه هو عم يفرغ هي المشاعر اللي هو اخذ عم، يعني بالنهايه مشاهد العنف هي قاسيه عم تشحن للشخص بمشاعر غضب العدوان، فهو فعليا رح بده يفرغ دائره العنف، بده يروح الشيء اللي شافه بده يروح يطبقه. فلهيك نحن هون هذا الشيء له كثير تاثير. كمان بالاضافه ممكن الشخص يصير عنده احلام مزعجه كوابيس، لانه عنده مشاعر. هلا مثلا لنفترض انه هو ما صار عنده لا العدوان ولا العنف، لكن هو نتيجه تاثره بهي المشاهد اختزان ذاكرته لهي المشاهد، فهو مثلا خلينا نقول بده ينام صار ارتابه كوابيس مثلا احلام مزعجه نتيجه المشاعر القلق والخوف وعدم الامان اللي هو حاسس فيها. فلهيك انه بالعكس هي المشاهد وكثره مشاهدتها هي فعليا خلينا نقول لها انعكاس سلبي على الشخص. طيب اليوم ما نحن ما فينا ما نشاهد، وبنفس الوقت يعني بدنا نتدارك امور الامور السلبيه اللي ممكن انه تصير معنا، فما بدي اقول لك كيف نحن فينا ما نتاثر، لانه يمكن هذا الشيء مستحيل، ما حدا ما فيه انه ما يتاثر، بس نفس الوقت كيف فينا نحمي حالنا من انه نتاثر بطريقه سلبيه بحيث انه تاذي صحتنا النفسيه. تمام. هلا طبيعي مثل ما هي نحن مستحيل ما نتابع ونشوف، لكن نحن نحاول ما نشوف فترات طويله هي الاخبار المشاهد والصور والفيديوهات اللي عم تنعرض، ما نقعد فيها فتره طويله. هلا مو الهدف انه نحن نبتعد عن الواقع او عن الشيء اللي بيصير، لا، انه نحن نخلي مسافه عن المشاهد اللي فيها عنف حتى نحن نفسيتنا ترتاح، نقدر نحن نكفي حياتنا اليوميه. وممكن كمان نحن مثل خلينا نقول نحاول نواصل حياتنا بانه نقوم بمهامنا اليوميه، وبنفس الوقت ممكن نحن نطلع على الاخبار مده 10 ل 20 دقيقه باليوم ككل، يعني هذا الشيء بيساعد انه هو يخفف من المشاعر خلينا نقول الغضب ولا القلق ولا التوتر اللي هو عم يتلقاها من هاي الفيديوهات. كمان بالإضافة خلينا نقول إنه نحنا نعتمد إنه نسمع الأخبار ونقرأها بدل ما نشوفها، يعني نحنا مثلا نسمع شو اللي عم يصير شو اللي عم يحدث ونقرأ الأخبار أحسن ما إنه نحنا عم نشوف هالصور وهالفيديوهات اللي هي مليانة من مشاهد عنف. هذا الشيء بخفف من التوتر والقلق الموجود عنا، لأنه طبعا تأثير الصورة غير كمان السمع، يعني أخف بيجي تأثيره. كمان بالإضافة نحنا بعد ما نكون شفنا هاي الأخبار ضروري الشخص يقوم يعمل أي نشاط هو بيريحه بيستمتع فيه خلينا نقول ليخفف من التوتر والضغط النفسي اللي هو تلقاه. مثلا ممكن خلينا نقول يمشي، يعمل تمرين رياضة، يعمل أي هواية هي بتريحه. بالإضافة ممكن مثلا يحكي مع أشخاص هو بيرتاح معه هون يعبر عن مشاعره. هلا نحن مو نحكي مع اشخاص نتناقش بالمواضيع اللي نحن عرضت او نتناقش بالاخبار وشو حكوا وتحليلاتنا، لا، نحكي عن مشاعرنا نحن شو حاسين. انا مثلا شفت هذا المقطع فانا حسيت بالخوف، حاسس بالغضب، حاسس بالعدم الامان، نحكي عن المشاعر. مجرد نحن حديثنا عن المشاعر نحن هون فرغنا صح، هون
هون خففنا الضغط النفسي اللي شاعرين فيه. بالاضافه خلينا نقول دائما عندنا خلينا نقول مثل هيك الممارسات اللي هي خلينا نقول مثل التامل، الرياضه، اليوغا، الاسترخاء، تمارين التنفس، هي كمان من شأن خلينا نقول انه بتخفف الضغط النفسي والضيق اللي نحن بنشعر فيه، وخصوصي بعد ما بناخذ شحنه كبيره من الاخبار، فنحن بحاجه هيك شهيق وزفير خلينا نقول، تمارين الاسترخاء لحتى هي تساعدنا انه نحن نفرغ من هذا التوتر اللي نحن شاعرين فيه. طيب رندا، اليوم كل شخص فينا غير حياته اللي عم بيعيشها يوميا والضغوط النفسية اللي عم بيمر فيها، في عنا هي الحياة اللي هي الحياة الاجتماعية اللي بيتفاعل فيها مع الأخبار، بيتفاعل فيها مع مجريات الحدث، إذا كان عنده ضغط بعمله أو ضغط بحياته إضافة لهذا الضغط اللي عم بيشوفه من مواقع التواصل الاجتماعي أو من نشرات الأخبار، كيف بيقدر يوازن بيناتهم؟ هلأ أهم شيء عنا ضغوط الحياة طبيعية وموجودة، فنحن عنا أول نقطة انه يحاول يحط جدول بمهامه باموره اللي هي متراكمه عليه، تنظيم للوقت يعني خلينا نقول، لانه مجرد ما هو ينظم وقته، ينظم مشاهدته للاخبار، ينظم اعماله اللي بده يقوم فيها، فهو هون عم يخفف جزء كثير كبير من الضغوط اللي هي مواجهته بحياته. نقطه ثانيه انه خلينا نقول دائما نتبع نظام حياه صحي، بانه مثلا خلينا نقول الرياضه، النشاط البدني، ممكن نمشي، انه انا اطلع كل يوم ساعه من المشي، المشي كثير بيساعد هو والرياضه انه يخفف من التوتر والضغط النفسي اللي هو عم يواجهه بحياته. بالاضافه خلينا نقول يضل يحافظ على مصادر الدعم الموجوده بحياته، من سواء كان صديق، سواء كان قريب، اهل، دائما هدول العلاقات الاجتماعيه خلينا نقول الداعمه دائما نحافظ عليها، لانه هي كثير بتساعدنا ان احنا نواجه ضغوطنا، مشاكل حياتنا، لانه ممكن مثلا انا مثلا مشكله معينه ما عم بحسن حلها بحياتي، فممكن انا اتلقى الدعم من محيطي هو يساعد أنا كيف حل لهي المشكلة. وكمان بالإضافة أنه نحن دائما الحكي مع الآخرين، الحديث معهم، الفضفضة خلينا نقول عن مشاكل حياتنا، همومنا، طبعا مع أشخاص نثق فيهم، أشخاص هنن أكيد ما حيقولون نعملوا هيك ويخربونا حياتنا، لا، أنه أشخاص هنن دائما المساحة الآمنة بنلاقيها عندهم أنه نحكي كيف بدنا، ما نعد نحسب حساب شو حكينا وشو قلنا، لا، هي هذا الشيء بيساعدنا كمان كتير نخفف من الضغوط النفسية اللي نحن عم نواجهها. هلأ دائما الاخبار وقت عم نشوفها نحن عم تشحننا بمشاعر الاحساس خلينا نقول بالعجز، لانه نحن مو قادرين نقوم بشيء، وهذا الشخص يعني الشخص وقت عم يشعر بهذا الشيء هو عم يحس فعليا انه انا مالي قدران اعمل شيء، وبنفس الوقت هذا بيحبطه وما بيخليه قادر يقوم بحياته اليوميه. لهيك نحن كثير بنركز على نقطه انه نحن ننظم خلينا نقول فترات مشاهده الاخبار، حتى هو يحسن يوازن بين الشيء اللي عم يشوفه والشيء اللي هو عم يواجهه بحياته، لأنه بالنهاية هو مستمر بحياته، فإذا لو شاف الأخبار لو هي بس هو عم تنعكس تأثير سلبي على حياته اليومية، لهيك نحن إذا اتبعنا أنه نشوف مثلا نسمع ونقرأ بدال ما نشوف الصور والمشاهد وننظم ساعات الشوفة، هذا الشيء كتير بيساعد الشخص أنه يستمر ويتعامل مع ضغوط حياته اليومية. ذكرتي شيء هو كتير مهم، أنه وقت شخص بيشعر بالعوارض السلبية يلجأ لحدا يرتاح معه أو يثق فيه أو ما يحسب حساب للكلمة نوعا ما، نادرا ما نلاقي هيك أشخاص أو طبعا. أوقات بيكونوا موجودين بس نحن بنقول انه ما بدنا لسه نزعجهم او نحملهم الاعباء يلي نحن عم نشعر فيها. طيب هي العوارض السلبيه كلياتها في ناس كثير ممكن تتعامل معها بشكل خاطئ، في ناس ممكن تفتح شهيتها على الاكل تصير تاكل كثير او صحيح. يصير عندها اضطرابات جسديه، كيف ممكن هون لازم انه نتعامل مع هي الاعراض؟ ممكن تكون خطيره يعني في ناس تمام. هلا بدايه هون اذا نحن خلينا نقول ما بدنا نضايق الاشخاص ونقعد نحكي لهم، نحن دائما في عندنا طرق للتفريغ، هذا التفريغ المشاعر الضغوط النفسيه بشكل صحيح. هي نقول ممكن نلجا للكتابه، احيانا هوايه معينه، في اشخاص مثلا بتعزف، في اشخاص بترسم، في اشخاص هي، فكل ما نحن شعرنا بهذا الضيق نحن نروح نتوجه لحتى نفرغ هذا الضغط. بالاضافه في اشخاص لا بتلجا لجهد بدني عضلي انه مثل الرياضه او المشي، فهذا الشيء بيساعدهم انه يخففوا ضغوطهم. كثير مهم نحن اي دائما بنصح حتى الاشخاص اللي مثلا بيراجعونا او شيء انه وقت نحن بنشعر بضيق نحن نعبر عن المشاعر، انا بالضبط شو زعجني من هالموضوع احكي عن مشاعري، بمجرد ما انا فرغت مشاعري فانا فعليا هذا الموضوع خلص انفعاليا ما عاد موجود شيء يشحنه. تمام؟ اما مشان هيك هذا بيساعدنا انه نرتاح. طيب هلا نحن اشخاص ممكن تلجا للتدخين، تلجا للاكل، تلجا لقصص هي فعليا نقول وسائل خلينا نقول تفريغ او تكيف سلبيه، فنحن هون بدنا طبعا اذا الشخص ما قدر لحاله انه هو يخفف او يواجه هي العاده او الشيء اللي هو متعود عليه انه يروح يفرغ فيه،
مثلا بدايه انه ممكن يصير هو يوعى. اول شيء هو النقطه اذا وعي هو انه انا كل ما عم بتوتر عم روح اكل، هي اول هون خطوه من حل المشكله انه هو وعيها. فمعناها نحن بدنا نستبدل انه انا بدل ما اروح اكل انا رح اروح مثلا اعمل تمرينين ثلاثه، او اني اشرب مي، اني اعمل شيء بديل عن العاده اللي انا متعوده. تمام. فهون نحن استبدلنا وسيله التكيف السلبيه، ببلش بشيء ايجابي افضل. الشخص اللي مثلا عم يدخن ويزاد وتيرة تدخينه، كمان هاي النقطه انه نحن بدال ما يصير مجرد ما وعي ببلش يحط، انه خلينا نقول اذا هو متعود مثلا نفترض باكيت بياخذ، ببلش يقلل يعني يعوض بدال هاي التدخين بشيء مفيد اخر. ممكن يروح يقرا كتاب، ممكن يروح مثلا يمشي، ممكن يشرب شيء مفيد، يعمل اي شيء مختلف. فهون نحن بنبلش نبدل هذا الشيء. هلا هون الشخص هو ما عاد قدران او مو عرفان ومو واعي بمشكلته، بس عم يشوف حاله اما عم ينحف او عم يسمن، فهون وما عم يحسن يوقف هي العادات. فهون نحن بنلجأ بقى الاختصاصي نفسي، هو بيروح طبعا من خلال خطه علاج معينه، ممكن هون بقى يبلش يعني خطوه خطوه انه يتخلص من هي المشكله. طيب استاذه نضر، كثير رند كثير بنسمع عن شيء اسمه اضطرابات ما بعد الصدمه، واللي هي بتتعالج، وإذا كان حدا بيشتغل أحياناً إذا كانت مهنته صعبة وهي اللي أدت أنه هو يشيل بهذا الشيء، فممكن يعطوه فترة راحة. تمام. غالباً قديه بتاخذ وقت، وخصوصاً للناس اللي هن يعني مع الحدث أو مكان تمام. الحدث هلأ صراحة نحن في عنا بتختلف طبعاً، هي حسب الأشخاص طبعا. كل ما كان الشخص هو مواكب خلينا نقول او متعرض بشكل مباشر لصدمه معينه طبعا بتختلف عن الشخص اللي هو ما كان قلب الحدث. هلا طبعا هي في عنا هون نحن وقت بيروح لعند الطبيب النفسي في ممكن حسب درجه الحاله وحسب قديش المده، فهي بتختلف هي المواضيع من شخص لاخر. خلينا نقول طبعا بيكون في عنا علاج دوائي هون، وممكن في عنا علاج معرفي سلوكي بيصير مع الشخص، وفي كمان انواع علاج اخرى علاج نفسي غير دوائي بيكون. فهون نحن ممكن يتم وضع خطة للمريض لحتى يتم علاجه فيها. طبعا المدى الاستجابة هم تختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الحدث الصادمي اللي هو كان متعرض له، حسب طبيعة الشخص استجابته، وكمان الالتزام وكمان التعاون بين المعالج والمريض النفسي. طيب بآخر كم دقيقة خلينا هيك نختم ببعض النصائح الكتير مهمة، إن كانت لطريقة التعامل مع الأطفال ولا كبار السن أهلنا وحتى معنا نحن كمان. تمام. هلا نحن بظل هي الظروف خلينا نقول دائما الاشخاص هي مشحونه، خلينا نقول مضغوطه، شعره بضيق وتوتر. فنحن كاطفال خلينا نقول اذا بدنا نتعامل معهم، اذا سالونا الاطفال عن موضوع معين ما نخانقهم، نسمعهم. اذا الطفل شاهد اي مشاهد معينه من هي الصور الفيديوهات نحن خلينا نسمعه، إن يعبر عن مشاعره وأفكاره. في كتير أحيانا الأشخاص ممكن يجي الولد عم يحكي يسكتوه، خلاص أنت شو بفهمك روح لا تسمعنا مثلا صوتك، لا خليه نحن يحكي يعبر عن مشاعره لحتى هو يتخلص من هاي المشاعر السلبية اللي هو واجهها. هلأ كبار السن كمان نحن نقطة كتير مهمة إنه هاي الأخبار أكيد ما حتفيدهم وهي المشاهد ما رح تفيدهم، فلهيك نحن كمان نخفف عنهم، نعطيهم إذا مثلا ما تابعوا الأخبار، أو خلينا نقول نعطيهم نحن ملخص الأخبار شو صاير، أو مثلا نحن خلينا نوجههم انه يسمعوا الاخبار بدل ما يشوفوها، ونخفف لهم الساعات كمان والمشاهد اللي هن عم يشوفوها، لانه هذا الشيء حينعكس على صحتهم النفسيه سلبيا. خلينا نقول نحن كمان كاشخاص نحافظ على نظام حياه صحي، سواء من ساعات نوم كافيه، من رياضه، كمان نحافظ على علاقاتنا الاجتماعيه الداعمه. هي اهم شيء. اهم شيء كثير بتساعد، لانه فعليا وقت الشخص وقت وخصوصي هلا مثلا هي مشاهد العنف او المشاهد اللي عم تطلع بتحسس الشخص بالعجز، بالوحده، بالخوف، بعدم الامان. فنحن شو بيعنا بحاجه؟ صحيح. مين حسسنا بالامان؟ انه احنا موجودين مع اشخاص داعمين لنا، فهذا الشيء كثير بينعكس على صحتنا النفسيه. اطفالنا كمان نبعدهم عن هالمشاهد، ما نخليهم يشوفوها، هن والشباب والمراهقين، لانه كمان حتنعكس على ناحيتهم النفسيه وحتى بتنعكس على تركيزهم. بنلاحظ تاثر دراستهم، بيصيروا بخافوا. في بعض الاطفال بيصير انه هي عم بتخاف انه تروح على المدرسه مشان ما يصير فيها او تفقد اهاليها. في اطفال كثير اشارات استفهام انه نحن حيصير عندنا مثل ما عم يصير باطفال غزه، بيصيروا بخافوا يعيشوا هن هي الازمه اللي هن عم يشوفوها بهالتلفزيون. فنحن لا نجنب اطفالنا شوفت هي المشاهد، وفي حال سالونا عن اي شيء نقدم لهم تفسير منطقي، نشرح لهم الاوضاع بشكل يناسب عمرهم. بنفس الوقت نطمئنهم انه هن بامان معنا. كمان نحن خلينا نقول نحن ككبار خلينا نقول انه هي الاخبار مثل ما حكينا انه نبتعد عن الصور المرئيه ونكتفي بالمسموع او المقروء خلينا نقول، وحتى نحن نخفف من التوتر ونحسن نكفي بهالحياه. اكيد
يعني نصائح مهمة قدمتينا اياها اليوم، بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا لك، شكرا لك، يعطيكم الف عافية.